السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، كي كتعرفوا جميع وكي واكبت ليكم هذه يومين عدد كبير من الفيديوهات، اليوم ملقى صحراوي صحراوي اللي تنظم في راس بالماس واللي حضروا واحد عدد كبير من الصحراويين ومن تنظيم حركة الصحراويون من أجل السلام. اليوم جمعوا على كلمة واحدة واتفقوا على كلمة واحدة، على أنه هذا الحل اللي طارح المغرب اللي هو حل الحكم الذاتي أحسن حل لحل مشكل ولا نزاع الصحراء. هذا اللقاء اللي تنظم في راس بالماس حضروا عدد كبير من السياسيين الإسبان وإعلام دولي كتير، ومنهم وزير الخارجية السابق الإسباني ورئيس حكومة السابق الإسباني، وكان مأمن حقيقة بكل الوسائل. اليوم جمعوا على كلمة واحدة كما قلت لكم، على أن الحكم الذاتي هو أحسن حل لإنهاء مشكل الصحراء. كذلك جمعوا واتفقوا على كلمة واحدة، على أن مشكل الصحراء ماشي مشكل احتلال أو استعمار، وصفوه بالنزاع. سمعت كلمة كل الأشخاص اللي تكلموا لقوا الكلمة ديالهم في هذا الملقى صحراوي صحراوي بلا سبارماس، ولا واحد منهم وصف هذا مشكل الصحراء بأنه مشكل احتلال أو مشكل استعمار أو قضية تصفية الاستعمار. الكل أجمع على كلمة واحدة، على أنه مشكل نزاع وكيبحثوا على الحل دياله، وأنه الحكم الذاتي هو أحسن حل لإنهاء الصراع القائم على قضية الصحراء المغربية. ولكن هذا اللقاء اللي تنظم في لاس بالماس وقعوا فيه عدة اختلالات، وغنشوفوا عدة فيديوهات إن شاء الله. بوليزاريو والمخابرات الجزائرية كانوا حاضرين بقوة على جنبات هذه القاعة اللي تنظم فيها ملتقى صحراوي صحراوي، وكانوا ملاحقين أي صحراوي في الفنادق ويخرج يتسكع ولا يخرج شي ساحة، كيبقاو لاحقينهم. دخلوا في شد وجذب ونزاعات وضرب وتبادل السب وشتم والتخوين، هادشي كامل إن شاء الله غنشوفوه. وهذا كيدل على شيء واحد، على أنه البوليزاريو والمخابرات الجزائرية فاشلين في التحكم في قضية الصحراء سياسيا ودبلوماسيا وديمقراطيا. هما من غير السب والشتم والتهديد والتخويف ما يقدوش نهائيا يتحكموا في الصحراويين، سواء اللي كاينين عندهم في مخيم تندوف أو في أوروبا أو في صحراء المغربية. غنشوفوا عدة فيديوهات اللي بعض الفيديوهات تم حرق فيها شرويطة البوليزاريو. حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. تهضرك خوانا بويزيد مع واحد راه يتواطاشته خوانا يا الخوانا يا باسا بنديدو ايها الخاين الشمتان. فرايك انت، فرايك انت ابو زيد عن هذا عدل، عنه هذا اللي كاتبين هو ملقه للصحراء، هذا لا ملقى الخوانه يا اخي. هذا جابوا لا العملاء والمخابرات المغربيه هي اللي مدخله في ذا يا اخي، فهمت؟ تنظروا نسولوا كاع انت. انا تكلمت مع ذا منادق الشيخ هذا حني، شوف شوف الشيخ نونو غير شوف حني نو شوف شوف الشعب الصحراوي حني، اسمح لي، هاي الرايه تمثل الشعب الصحراوي، فهمت؟ وهذه الرايه ما تفت عليها الرجاله الشريفه، الرجاله نقول لك انت بعد انت تعرف وانت تعرف وانت اسمع اسمع انت 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 نونو تشي مثلك تشي مثلك سبيت اهل الصحراء قبائلها وعشائرها وناسها. لا 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 بوزيد 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 حاني بوزيد 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 حاني حاني انت اللي مثلك شنو قول لي اللي مثلك. بلقى الصحراء بلقى الخونة خونة وانت جاي انت
هذه وتت ولا زاد سيارة صباطير راعه رعنا نحنوه يمرق هو الخوان اللي معاه. وهذه سيارة ثانية راي ذيك هي لهم وهم في انتظارهم إن شاء الله والنصر والتيسير للشعب الصحراوي قاطبة في المناطق المحتلة في اللجوء في المهجر وأينما كان. ولا يمثلنا إلا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الرئيس إبراهيم غالي وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. لا يمثلنا ولا يمثلنا ولا له يمثلنا إلا من انتخبه الشعب الصحراوي في المؤتمر.